السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الخد الثريب السلام على الشيب الخضيب السلام على الدماء السائلات السلام عليك يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم كربلاء ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي جد من فرط الأسى كله فسيح فعسى طرد الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالأقدار شيب وأشاع الأم رأسي قبل أباني مشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا فاتخذ درعين من صبر وحسم سابقين فتت المصائب ها ستذوق الموت قل من ضاميا في كربلاء وستبقى بلئيم الأصل شمرين قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين والتعقب جدا ورجع والقلم ممرود يا مروضة الزهراء والونة المجهول من الوجل ذاب حفر خدوده والقلب بذاك لمصاب ينادي عزيز شيابته وانا من الهرم شاب متحير وبالوطن ما يحصل لإقعاد هلت دموعه ولصق فوق القبر صدره يبكي وينادي في امان الله يا زهراء مو مقبول هلت دموعه ولصق فوق القبر صدره يبكي وينادي
في امان الله يا زهرة. مكسور قلبي من الحضن والله يجبرا، ورد القبر خيا وقلبه بحزن موقوف. خاصر على قبر العضيد ومدمع يسيد، خاصر على قبر العضيد بعلم الله بحزان قلبه يوم صاح وداعة الله. هذا يا اخوي اللي علينا قدر الله، سمك وذبحي من قبل تكوين لوجود. انت قضيت اللي عليك من المنية، وعالجت قصتها وظل اللي علي. وقصدي بهالسفرة يا اخوي الغاب هي عندي خبر من طلعتي للوطن معه، ما قلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب فيه ويضم الطير ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم يلقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمون ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقادفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا قدم على ضعوني، هيهات تصبر على الضيم وعليه تغمض عيوني. ولم صوت العليل تصيح يا اهل الضعن تعالوني، يا ابوي اخذوني وياكم وحدي لا تخلوني. عليكم تعمل عيوني فرقاكم هدم عزمي وروح المرض سلاها. يا ويلي من سمح حسين رد من الضعن ليها، قعد عندها يصبرها وعلى الفرقة يسليها. خلينا ارشد بقصدي، دمعتش فطرت جبدي وانا من اسمع ونينش روح الزيد بلوى. اخذت تستغيث بعمها بالفاضل تناشده بان يسال ابا الحسين ان ياخذها معهم. رحم الله ملا عطيه يقول خرت حبيده ورجله صعب الامراض، تنادي يا عمي فراق ابويا يشيب الراس. توسل لابويا حسين ياخذني يا عمار
المحب خدها جرية، لكن أخي أبا الفاض يعز علينا هذه ما هي مكتوب تتودى هدية. ولا هي أخويا من سبايا الغادرية، ردي يا بنتي وردت إيش غصب علي، طلبي من الله يعودنا لديار طيب. أخوة مصيبتا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ورد عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين أنه قال: وأما حق بطنك ألا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثير، واقتصد به في الحلال ولا تخرجه من حد التقوية إلى حد التهوين وذهاب المروءة. هذا الحديث الوارد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: وأما حق بطنك ألا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثير، فهل أن عدم البطن أن عدم جعل البطن وعاء للحرام هل هو من الحقوق الإلزامية أم من الحقوق الأخلاقية الكمالية؟ الحقوق تنقسم إلى قسمين: حقوق إلزامية، وهذه الحقوق الإلزامية الإنسان إذا خالفها يعاقب وإذا فعلها يثاب. أما الحقوق الأخلاقية الكمالية إن فعلها الإنسان يثاب، لم يفعلها لا يعاقب على عدم فعلها على عدم امتثالها. فهنا الإمام زين العابدين لما يقول: وأما حق بطنك ألا تجعله وعاء لقليل للحرام ولا لكثير، هم المقصود به النحو الأول أم المقصود به النحو الثاني؟ طبعا هذا يعتمد على تحديد الحرام، هل المقصود بالحرام هنا الحرمة العلمية أم المقصود به الحرمة الواقعية؟ إذا قلنا أنه المقصود به الحرمة العلمية يكون الحق إلزاميا، ما علم به الإنسان يجب أن يجتنبه، أن لا يجعل بطنه وعاء له. أعرف مثلا أن هذا اللحم حرام غير مذكر، فإذا علمت طبعا وأن هذا اللحم اشتري من أموال غير محللة كأموال الربا مثلا كتب وغيرها، إذا علمت لا يجوز شرعا أن أكل، وإذا أكل أكون معرضا للعقوبة. فإذا إذا كان علم لا يصح لا يجوز، يكون حرمة علمية. أما إذا كان المقصود بالحرمة هنا ألا تجعله وعاء لقليل من الحرام أو كثير، الأعم من الحرمة العلمية والواقعية في موارد الشبهة مثلا،
أن هذا اللحم أنا مشتبه فيه، لا أدري هذا حلال أم حرام، مدكة أو غير مدكة، ما رأي الشارع؟ الشارع يقول لك وين رخص لك في أكله وعدم اجتنابه إلا أنه يفترض في المشتبه أن ينزه الإنسان نفسه وحده ما دام في وجه اشتباه. ولهذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام لعثمان بن حنيف الأنصاري رضوان الله عليه في رسالته له، يقول وما اشتبه عليك علمه فالفضل لا تأكل، وما اشتبه عليك علمه فالفضل، وما استيقنت بطيب وجهه فنلمن. فإذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا كان هذا مشتبه فيه إن هذا الأكل من المحلل أم من المحرم، ما دام فيه اشتباه ينبغي على الإنسان أن ينزه نفسه عن وأن يجتنب ولا يجعل بطنه وعاء له. لماذا؟ لأن هذا قد يترتب عليه آثار وضعية. صحيح الشارع ربما يرخص لك، لكن ربما تجاوزنا المحذور الشرعي، لكن ما تجاوزنا المحذور الوضعي. الأثر الوضعي يبقى، الأثر الوضعي له آثار تكوينية. الآثار التكوين، ما مقصود الآثار التكوين؟ مثلا أنا هذا الكأس في سائل ولا أدري أن هذا السائل هو عصير أم خمر، فالشارع يقول لك ما دام تعرف يجوز لك أن تشرب، لكن تتحمل أنت الآثار، تتحمل الآثار الوضعية. ها شربت وإذا به خمر، الخمر من طبعي و الإسكار، أنت تتحمل الأثر. كذلك هنا اللحم غير المذكر، تساهلنا اليوم في المطاعم، في الواحد يقول ما وجد في بلاد المسلمين كل صحيح، لكن أنت عليك تتجنب. أحيانا يكون خاصة في أيام مثل عدم اللحم مثلا يقل كمية اللحم، أحيانا لو تابع لحم مثلا خارجي، فأنت تركب ما خلاص وجد في بلاد المسلم، على وجد في بلاد المسلم، لكن أنت إذا كان حسب علمك أنا ما أدري، لكن ربما يكون في واقعا حرام، أنت هذا يعتبر ميتة والميتة نجسة. ورد في الحديث عن الإمام الصادق قال وأما الميتة فلا ينال منها أحد إلا وضعف بدنه وذهبت قواه وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة منها. هذه آثار لأكل الميتة، لأكل اللحم غير المدكر. أربعة آثار: ضعف البدن، ذهاب القوة، انقطاع النسل، موت الفجأة. مثل ما الخمر من علته الإسكار، السم من علته الموت، كذلك الميتة هي كذلك. فإذا هنا لما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام وأما حق بطنك ألا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثير، إن كان المقصود به الحرمة العلوية فيجب اجتنابه، أما إذا كان المقصود به أعم
من الحرمة العلمية والواقعية في مورد الاشتباه، هذا من الجانب الحقوقية الأخلاقية يجتنب الإنسان ذلك، وإلا ربما يكون حرام يتحمل الآثار. والتفتوا إلى حديث الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام لم يقل وأما حق بطنك ألا تجعله وعاء للحرام، قال لقليل من الحرام ولا لكثير، لأن القليل من الحرام والكثير له آثار على روح الإنسان وعلى نفسه، له آثار سواء كان قليلا أم كثيرا. إضافة إلى أن الإمام زين العابدين عليه السلام يلاحظ يريد يبين لنا أن هنالك من أكبر الجوارح، يعني هناك جوارح لها آثار سلبية على البدن، من أكبر هذه الجوارح هو البطن. ورد عن النبي محمد ولذكره الشرف والصلوات، الله وعاء شرا من بطنه. ورد عنه صلى الله عليه وآله قال لا تميتوا قلوبكم بكثرة الطعام والشراب فإن القلب بذلك يموت كما يموت الزرع إذا أكثرت عليه. الزرع إذا أكثرت عليه الماء يموت، كذلك والقلب. وورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إن الشبع المنتهي إلى التخت مكسرة للبدن، مفقرة مقطعة لكل خير وكرم، لأن هذا محفز الأكل اللي يؤدي إلى التخمة والشبع، هذا محفز للخمول، محفز للكسل. إذا الله يقرأ مثلا القرآن ما عنده إقبال، يقرأ مثلا دعاء ما عنده إقبال، عبادة ما عنده إقبال. والسبب ماذا هو؟ السبب أنه وصل إلى هذه الحالة، أنه وصل إلى التخمة إلى الشبع، فما يكون عنده توجه. فإذا ولهذا يقول الإمام زين العابدين يقول ولا تخرجه من حد التقوية إلى حد التوهين. وما الغرض من الأكل؟ الغرض من الأكل هو إشباع غريزة الفاط، لكن هل له قيمة؟ متى يكون له القيمة؟ القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم اشكروا لله. إذا كان الغرض من الأكل والشكر تكون له أهمية، تكون له قيمة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة. هنا بعض المفسرين يقول هذا فيها إشعار. ما هو هذا الإشعار؟ الإشعار أن يكون الإنسان مثل ما لما يريد أن يأكل يكون مثل الرسل، يعني يتقوى على الأكل من أجل العبادة، من أجل عبادة الله عز وجل. هذا هو من أجل الاقتدار على عبادة الله عز وجل. وجد الإنسان إذا ما أكل لا يمكن أن يقوى على العبادة. ولهذا يقول العلماء والأخلاق بإمكان أن يجعل الإنسان بيد الإنسان بإمكانه أو بيده أن يجعل الأكل منطلقا للثواب، ويؤجر عليه هدمته إذا جعل هذا الأكل منطلقا للعبادة، بالقدرة على العبادة.
أما إذا لم يجعل الإصرار ذلك هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ذهاب المروءة. الإمام زين العابدين يقول عليه يقول ولا تخرجه إلى حد التقوية وإلى من حد التقوية إلى التوهين وذهاب المروءة. الإنسان إذا ذهبت مروءته يقترف القبائح العرفية. القبائح العرفية هناك قبائل عرفية وقبائح شرعية. القبائح الشرعية إذا ارتكبها الإنسان تذهب بالعذاب. أما القبائح العرفية إذا ارتكبها الإنسان تذهب بمروءته. مثل واحد يلبس كفانيله وهاف ويمشي أمام الناس. وإن لم يكن حرام لكن في ذهاب للمروءة. فالإنسان إذا ارتكب القبائح الشرعية ذهبت عدالته، وإذا ارتكب القبائح العرفية ذهبت مروءته. ومن بين ذهاب المروءة أن يملي الإنسان بطنه، وربما ذاك خاصة إذا بعد حرام والعياذ بالله، وهذا يؤدي إلى قسوة القلب وغيرها. ولهذا ينقلون قضية عن شخص يقال له عبد الله بن شريك النخعي القاضي، قاضي في الدولة العباسية في أيام المهدي والهادي والرشيد فيما بعد. يقولون هذا يسمى بشريك القاضي، قال بأن هذا كان رجلا زاهدا معرضا عن الدنيا رزينا مشغولا بالعبادة والعلم والزهد. ففي كل كان المهدي العباسي يريد أن يسترجعه أن يجره إلى البلاط، فقال له لماذا لا تأتينا؟ لماذا لا تزورنا في أيام العيد والتهنئة والتعزية؟ لماذا لا تزورنا؟ عندك موقف ضدنا؟ إلى أن جره فزاره زيارة واحدة. قال له يا شريك أنت رجل عالم وموضع احترام عندنا، وأطلب منك ثلاث طلبات. أجبني إلى واحدة من بين هذه الثلاث. قال ما هي؟ قال أن أوليك منصب القضاء، أجعلك القاضي مفتي الديار والقاضي الأول في البلاط. فقال منصب القضاء لا أتغلى. ماتوا لأن يعرف أن إذا تغلى منصب القضاء يريدون منا فتوى بالمجان بسجن هذا وقتل. فعلى كل ولهذا يذكر أيضا في أيام المهدي العباسي أنه في أول يوم من شهر رمضان عطشا شديدا، خاصة أيام الحار، عطشا شديدا. صار وقت الظهر فأرسل على هؤلاء فتوى البلاط والفقهاء والعلماء. قال أنا عطشت عطشا شديدا أريد منكم مخرج. لا يوجد مخرج. أولا أنت لست مسافرا ولا مريضا، وأنت بصحة وعافية، وهذا النهار. قام لواحد لبايع خالص كمان وقال قال أنا عند الحل. قال ما هو الحل؟ قال الحل أن تصنع خيمة، تخلي فوقها خيمة، فوق الخيمة الثانية خيمة، طبقات ثلاث من الخيام، ثم تدخل يصير ظلام، وإذا صار ظلام يعني معناه دخل الليل وافطر.
ولهذا مثل هؤلاء يحتاجون هم. فعلى كل حال قال له منصب القضاء انا ما اعتبر. قال اذا انت تدرس اولادي تكون معلما لاولادي تعلمهم التفسير والقران والادب واللغه العربيه. قال وهذا ايضا لا يمكن. قال اذا لم يكن الثانيه الثالثه ان تاكل معي. تاكل معي وجبه. قال هذا كان هذا امر سهل. فعينوا يوما فالتفت للطباخ. هذه عباس التفت للطباخ قال اعيدك ان اريدك ان تطبخ لنا هذا اليوم طبخه كما يقال من احسن الطبخات كما يقال في الادب من اكلات اكلات الملوك. يقول فعلا هذا الطباخ صنع وجبه ضخمه وقت الغداء احضرها. واذا يرى فقط هذا العالم الزاهد ما في ضيف غير هذا. فالتفت على الطباخ الى المهدي قال والله لا يفرح هذا الشيخ اكل. لما اكل شاف طعم الطبخه لذيذ قال انا وانت اليوم انا غافل عن هالاكل الطيب. شوف شوف يقول ما مرت الايام واذا به يتولى منصب القضاء بعد ويكون معلما لاولاده بعد وكان يزاحم موزع الرواتب على الراتب. يعني اذا جاء ترى اعطني راتبي حتى ان الراتب صار موزع الرواتب انزعج منه. قال انت تطلبني بطلاق اعطني خز او ذهب. قال انا اعطيتك اكثر من الذهب ومن الخز ومن القماش. انا بعتك دين لاحظ اكلت حرام. شفنا كم دعاوى من الاثار. هذه لها اثر اثر حتى على الذريه. قسوه والله ان بعض هنالك بعض الاعمال الاجراميه قد تكون عند بعض الشباب بسبب اكل الحرام. يعني احيانا تشوف انسان عبوس جدا يرتكب بعض المخالفات. انا ربما يكون سبب اكل الحرام. يعني كثير هنالك من لا يتورع في اكل الحرام. قال لك هاي المطعم الفلاني والمطعم وش لا هو اثره. كما ان لحمه الحلال لها اثار ايجابيه. من اكل لحمه الحلال 40 يوما ملأ الله قلبه بالحكمه عكس اللي ياكل الحرام. جعل الله واياكم من الذين يجتنبون الحرام. اللهم طهر بطوننا من الحرام. فما ظنك بمن يشرب الخمر والحرام؟ هذا اللي تربى على الخمر وفي كل وقت وفي كل حين ما لا تلامسه الخمر ويتغنى بالخمر مثل من؟ يزيد بن معاوية. هذا الذي يتغنى ويقول اسقني واروي بها مشاشي. مشاشي يعني عظامي. ما تكفي فقط داخل الفم والبطن حتى عظامي. واسقني بها وروع عظامي ثم مل واسقي مثلها ابن زيادي. خش خش صاحب السر والأمانة عندي ولتيسير مغنمي وجهادي.
على البلاء المبرم. كما يقول الشاعر: إن الخلافة يا يزيد ثلاثة، غيد ضب وغيد ضبة ومدام. يعني شو هذا البلاء الذي مثل هؤلاء الأنماط، مثل هؤلاء هذا يتسلطون على رقاب المسلمين. وإلى يومك هذا البلاء المبرم، مع الأسف يسمونه تاريخ إسلامي. بربك أي تاريخ إسلامي؟ الحجاج تاريخ إسلامي، معاوية تاريخ إسلامي، يزيد تاريخ إسلامي. إذا كان يزيد تاريخ إسلامي، بعد صدام تاريخ على وجه الله. هؤلاء يتسلطون على الرقاب، على رقاب الأمة. يزيد هذا حكم كم سنة؟ 3 سنين. السنة الأولى قتل الحسين، السنة الثانية هدم استباح المدينة 3 أيام، حمى الرسول أباه من خوارج. السنة الثالثة هدم الكعبة. وتالي تعال يا أبا عبد الله، تعال الحسين بايع يزيد، ضع يدك في يدي ويزيد. مروان بن الحكم، هذا الوزغ بن الوزغ، هذا يرى الحسين، يقول له أبا عبد الله لك نصيحة. صبر مروان ينصح الحسين، كيف نصيحة؟ هذا الذي يسمونه خيط باطل. لحى الله قوما أمروا خيط باطل على الناس، يعطي ما يشاء ويمنع. وإذا بخيط الباطل يأتي للحسين يقول لي لك نصيحة، ما هي نصيحة؟ قال: أن تبايع يزيد بن معاوية فإنه خير لك في دينك ودنياك. فقال الحسين: على الدين السلام. إذا بليت الأمة براع مثل يزيد، وقد قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم معاوية على منبره فابقروا بطنه. وقد رآه المسلمون فلم يفعلوا. ولهذا الحسين سلام الله عليه أعلن ثروته ونحوته المباركة من المدينة. من المدينة رفض أن يبايع يزيد ابن معاوية. طبعا كيف أهل المدينة تركوا الحسين يخرج من المدينة؟ كان يفترض أن يقول له أبا عبد الله: أنت إلزم مدينة جدك، أنت الحاكم، الحاكم الشرعي أنت، ونحن نحميك، واللي يرشك بالماء يمشى بالدم. لكن ترك الحسين يخرج. ولهذا في مثل هذه الليالي، ليالي الثلاث الأولى، رابع ليالي الأخرى، يختمون على خروج الحسين عليه السلام من المدينة. وباكي خلنا خروج الحسين من المدينة، لما ودع قبر جدي وأمه وأخيه تهيأ للخروج. الله أكبر، سلطان المدينة يخرج. فلما علمت أم هاني، قال: يا أم هاني أنت جالسة هنا والحسين يخرج؟ فأقبلت تجر أديال المصيبة وهي تقول: أبا عبد الله أنا متطيرة عليه لهاتف سمعت يقول: وإن قتيل الطف من آل هاشم أدل رقابا من قريش. فدلتي، قال: يا عم لا تقولي، قال: ولكن قولي أدل رقاب المسلمين. فدلتي إلى أن مضت أم هاني وهي تجر أديال المسلمين. يقول عبد الله بن سنان الكوفي، ينقل عن أبيه عن جده، يقول: ذهبت إلى المدينة
أحمل إلى الحسين بعض كتب أهل الكوفة، فلما وصلت إلى المدينة رأيت الحسين قد تهيأ للخروج، فقلت في نفسي أريد أنا أرى موكب الحسين على أي حال يخرج، جلالة الحسين، موكب الحسين. قل دفعتني نفسي أن أنظر إلى هذا الموكب. يقول فبينما أنا كذلك وإذا بالحسين قد جلس على كرسي وقد حف به أهل بيته كالبدر تحف به الأنجم، وحوله بنو هاشم. يقول فبينما أنا كذلك إذ رأيت رجلا، تعرف من صفاته، رجلا قمريا على خده علامة كأنه القمر الطالع، وقد أخرج معه امرأتين وقورتين تجران أذيالهما استحياء، أقبل بهما كثى ركبتين، أركب إحداهن على محمل والأخرى على محمل آخر. فسألت عن الرجل وعن المرأتين، فقيل أما الرجل فهو قمر بني هاشم أبو الفضل، وأما المرأتان فالأولى زينب والثانية أم كلثوم. يقول ثم أقبل إلى فتاتين كأن الله لم يخلق مثلهما، أركب إحداهن مع زينب والأخرى مع كلثوم، فسألت عنهما فقيل هذه سكينة وهذه فاطمة. يقول ثم أقبل رجل كأنه قمر، كأنه يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله، أقبل ومعه امرأة تجر أديالها، أركبها على محملها. سألت عن فقيل هذا هو علي بن الحسين الأكبر وهذه أمه له. ثم أقبل شاب كأنه غصن بار ومعه امرأة أركبها على محملها. صور موكب الحسين في مثل هذه. فسألت عن فقيل هذا القاسم وهذه أمه ليلى. الله أكبر، يا له من موكب مهيب. يقول ثم أقبل رجل شاب وهو يقول تنحوا عن حرم رسول الله، عن بنات رسول الله، أقبل ومعه امرأة فأركبها. فسألت عن فقيل هذا علي بن الحسين زين العابدين وهذه هي الرباب. فلما أركبنا النساء على المحامل، أركبنا على الهوادج، التفت الحسين قال أخي أبا الفضل، قال لبيك أبا قال أخي أبا فهيئ لي جوادي. فعندئذ أقبل العباس بالجواد وأمسك الركاب وصعد عليه الحسين، وصعد العباس على جواده هذا والحسين ينادي في أمان الله، في دعة الله والملتقى يوم القيامة في الجنة. آخ آخ يوم الذي راح الشيخ، الله ما يحتاج يحفظ، انت احفظ الأبيات. يوم الذي راح الشيخ عزم الشيخ دراعي، وياي وياي يوم الذي جاحد الله جاحد
إلهي شاف في مرضانا، من خصصنا
وصاهم بالدعاء. يا الله. ابن السيد علو والسيد احمد. يا الله. وجميع مرضى القرية. يا الله. من عليهم بالشفاء بحق الحسن. يا الله. بحق مريض كربلاء زين العابدين. من عليهم بالشفاء العاجل. فرج عن اسرانا ومعتقلينا وحفظهم وخلصهم من سجون الظالمين. يا الله. اللهم طهر بطوننا من الحرارة واكف أيدينا عن الظلم والسحر واغضض أبصارنا عن الفجور والخيار واسدد أسماعنا عن اللغو والنفاق. اللهم المؤسسين القائمين على هذا المجلس السيد علي سيد اللهم أرجح إلى أهل واجعل ذلك ذخرا له في حسناته يوم الحساب. جماعتي الحاضرين المؤسسين احفظوا في انفسكم ومتعلقين والى موتى الحاضرين ومن مات عن الايمان وارواح شهدائنا الابرار والى روح السيد يوسف والى روح السيد ناصر ووالده السيد علي الفاتح.